أهلا بحضراتكم مشاهدي الكرام في هذه الجولة الجديدة مع مراسلين، ونرحب بزملائنا اللي هيكونوا معنا خلال هذه الجولة. نبدأ بالزميل أحمد عبد الرازق من المنوفية، وأيضا الزميل إبراهيم عزت من القاهرة، كما نرحب أيضا بالزميل أحمد الأفيوني من سوهاج، وعوض الغنام من البحيرة من الجيزة عفوا. ونبدأ مع عوض الغنام. تولي الدولة المصرية اهتمام كبير بملف دعم الصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وهو ما أحدث نقلة متكاملة في القطاع نتيجة لتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي. يعمل جهاز تنمية المشروعات على إعداد دراسات ميدانية عن المقاومات الاستثمارية وفرص التشغيل المتاحة في القرى التي تشملها مبادرة حياة كريمة، كما قدم 150 دراسة جدوى استرشادية للمشروعات الصغيرة التي يمكن تنفيذها بهذه المحافظات، وذلك كمرحلة أولى. عوض الغنام مراسلنا من محافظة البحيرة وليست الجيزة. أهلا بك مرة أخرى عوض، وبالتأكيد لديك المزيد من التفاصيل. نعم دعاء، هذه المقدمة التي تحدثت عنها مهمة للغاية، لأن هذا المشروع القومي، إنجاز التعبير الخاص بالمشروعات القومية، نتحدث عن المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، يراها الخبراء الاقتصاديون بأنها هي القطار الفعلي لنمو الاقتصاد القومي مع المشروعات الكبرى الأخرى. ربما لدينا عبرة في عدد من الاقتصاديات العالمية كالنموذج الصيني والهندي الذي أحدث قفزة كبيرة بفعل هذه المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وبالتالي القيادة السياسية أولت اهتماما كبيرا بهذه التجربة المهمة، وتحول اسم صندوق التنمية القديم إلى مسمى جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والذي ترأسه أو المسؤولة التنفيذية عنه هي وزيرة الصناعة مع منصبها الحالي كوزيرة للصناعة، مما يعطيه قدر كبير من الاهتمام. كان في 26 من أغسطس الماضي صدر بيانا من وزارة الصناعة على لسان معالي وزيرة الصناعة والمسؤولة التنفيذية عن هذا المشروع الخاص بالمشروع القومي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، ترصد فيه أهم ملامح التغيرات الإيجابية التي حدثت في النصف الأول في هذا العام من أول يناير حتى الأول من يونيو. نتحدث هنا عن أرقام 47 مشروع جديد تم التعامل معه من خلال هذا الجهاز، جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، خلق نحو 147 ألف فرصة عمل، وكان النصيب الأعظم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر في الصعيد بنسبة تقترب من 43%، بينما النسبة الأخرى مقسمة ما بين محافظات القاهرة الكبرى والوجه البحري. بما أننا متواجدون هنا دعاء في محافظة البحيرة، فالأرقام مهمة للغاية. منذ أن بدأ هذا العمل هناك عشرات الآلاف من الفرص للعمل التي استفادت أو تم الاستفادة منها عمليا من خلال هذه المشروعات الصغيرة. نتحدث عن 255 ألف فرصة عمل منذ 91 حتى الآن. نتحدث عن 355 ألف مواطن هنا من أهل البحيرة استفادوا من هذه المشروعات الصغيرة بقيمة إجمالية تزيد عن 2,600,000 جنيه مصري دعما لهذه المشروعات الصغيرة. إكسترا نيوز زارت اليوم ثلاث مشروعات مهمة مرتبطة بطبيعة هذا المشروع الخاص بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة. كانت المحطة الأولى لنا في مركز إيتاي البارون في مشروع خاص بتربية المواشي، بدأ فقط ب20 رأس ماشية، ثم وصل الآن إلى ما يقترب من 200 رأس ماشية في وقت قياسي للغاية. مشروع آخر قام به أحد الشباب من مركز إيتاي البارود، وهو مشروع خاص بتصنيع الثلج، وبالتالي هذا المشروع أيضا مهم للغاية، وهناك تجربة خاصة عشناها سيتم رصدها في تقرير يزاح فيما بعد. الآن نحن في المحطة الثالثة، ربما كما تظهر الصورة خلفي، هذا مصنع دعاء خاص بصناعة مواد بلاستيكية تدخل في عدد من الصناعات الحيوية كالسجاد وغيرها. يتم العمل من خلال هذا المصنع الذي هو على مساحة نحو 1,000 متر فقط، ورديات تعمل على مدار الساعة لا تتوقف على الإطلاق. اعتذرنا منهم أن يتوقفوا لأن صوت الماكينة عالي للغاية، ولكن العمل فيها لا يتوقف على 3 ورديات، كل وردية يعمل بها عدد كبير من الشباب هنا، مما يخلق فرص عمل جيدة. كما نتحدث عن الرؤية القومية الوطنية الخاصة بأهمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة لأنها رافد حيوي للاقتصاد القومي، لأنها تعمل على عدة أمور. الأمر الأول أنها تعطي دفعة كبيرة للعمالة، وبالتالي الاعتماد على الناتج الداخلي القومي يوفر لنا قليل
من الواردات في مقابل العملة الصعبة التي يستفيد منها الاقتصاد القومي. الحديث هنا والدعوة هنا جاءت على لسان وزيرة الصناعة ورئيسة المسؤولة التنفيذية عن هذا المشروع، المشروعات القومية الخاصة بها، المشروعات الصغيرة المتوسطة، بأن على الشباب من يريد أن يلتحق فورا أو يتعرف فورا على الأجندة الخاصة بهذا الجهاز، في كل محافظة هناك جهاز المشروعات الصغيرة المتوسطة، عليه أن يتواصل فورا مع الموقع الخاص أو المكاتب الخاصة بهذا الجهاز والتي تعمل من الساعة 8 صباحا حتى الساعة 4 عصرا، وهناك رقم مجاني لمن يريد من أي مواطن مصري الآن أن يتفاعل مع هذه المشروعات، هو 16 7 33 16 7 33، بسهولة للغاية ممكن أن يتفاعل مع الجهاز الموجود بالمحافظة ويتعرف عن طبيعة المشروعات والتسهيلات والتيسيرات. العمل مع أو العمل الذي يتم تسهيلا وتيسيرا على كل الشباب في كل المحافظات حسب تعليمات القيادة السياسية، تضافر كل الجهات لإنجاز هذا المشروع المهم للغاية، كل الجهات تعمل بسهولة ويسر لتوفير هذه الفرص، وبل أزيد في ذلك دعاء بأن الجهاز يدخل شراكة مع هذه المشروعات. نحن نتحدث الآن عن الثلاث مشروعات التي زرناها اليوم، الجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة داخل شراكة فعلية مع كل هؤلاء الشباب المستثمرين، مما أحدث قفزة كبيرة لكل مشروع. إذا كنا نتحدث عن هذا المشروع كنت أتحدث مع أحد ملاكي أو الشباب الذين قاموا بهذه الفكرة، قال أنا بديت مشروع بنحو 10 مليون، الآن بعدما دخل مع الجهاز وصل إلى نحو أو يزيد قليلا عن 20 مليون. إيمان المشروع الجهاز الخاص بجهاز المشروعات القومية الخاصة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة يزيد من وتيرة إنجاز هذا المشروع بسرعة كبيرة، وتوفر له كل الإمكانيات وكل المواد الخام حتى يساهم في عملية التسويق، لأن هناك أولوية تعطى حسب القيادة السياسية للمشروعات الحكومية، من يريد أن يستورد أو لديه احتياج عليه أن يعطي أولوية لمثل هذه المشروعات. المشروع يسير في اتجاه حتى الآن فوق الرائع حسب التصريحات الرسمية لوزارة الصناعة، نتحدث عن رقم قياسي يزيد مع الزمن، يعطي فرصة جيدة للشباب حتى يعني يتحصلوا على مستقبل أفضل. الإنجاز ربما من ضمن الإنجازات المهمة التي تعطي حماس للشباب، نحن لدينا لجنة لأول مرة في كل البرلمانات العربية والأفريقية خاصة بلجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وهي بدورها تسن القوانين ومشاريع القوانين التي تسهل على الشباب وصغار الشباب إمكانية الالتحاق بقطار الإنجاز الذي يتم من خلال هذه المشروعات، وهي متعددة وذات أوجه كبيرة للغاية. دعاء تفضلي لو لديك أي استفسار. نعم عوض الغنام، جزيل الشكر لك، جزيل الشكر. ومشاهدينا الكرام، المشروعات الصغيرة من أهم الأشياء التي تقدم للدولة للارتفاع بالمستوى الاقتصادي والمعيشي والعمل على تطوير التنمية الاقتصادية في البلاد. جهاز تنمية المشروعات الصغيرة يلعب دور محوري لدعم أصحاب المشاريع، ليس فقط ماديا ولكن أيضا بكل أشكال الدعم التي تسهل عليهم اكتمال مشروعهم. المزيد في هذا العرض. المشروعات الصغيرة من أهم الأشياء التي تقدم للدولة للارتقاء بالمستوى الاقتصادي والمعيشي والعمل على تطوير التنمية الاقتصادية في البلاد. جهاز تنمية المشروعات الصغيرة يلعب دورا محوريا لدعم أصحاب المشاريع، ليس فقط ماديا ولكن أيضا بكل أشكال الدعم التي تسهل عليهم اكتمال مشروعهم. جهاز تنمية المشروعات الصغيرة هو بيقوم بخدمات كويسة جدا جدا بالنسبة للمصنعين، من فتح أسواق ومعارض في جميع أنحاء الجمهورية داخل وخارج جمهورية مصر العربية، وكمان تيسير استخراج المستندات زي الرخص، السجلات، الكلام ده كله اللي كان بيستغرق معانا وقت طويل زمان، النهارده بقى في وقت قصير جدا جدا جدا، وده حاجه طبعا بتيسر على اصحاب الاعمال الوقت والمجهود وتفرغهم لعملهم بدل ما بيتفرغهم لجري ورا استخراج المستندات وكده. يعني التمويل المادي دي حاجة طبعا عمرنا ما شفناها قبل كده على مدى التاريخ، ان يبقى فيه تمويل بنسبة فايدة 5% متناقصة، دي حاجة عظيمة جدا جدا ولم نشهدها من قبل.
كان الأول نسبة الفايدة كانت 18 وبتوصل ل 20% وكده يعني، النهاردة 5% متناقصة، دي حاجة عظيمة جدا جدا، دي خلت الكثير من الشباب إن هم يفتحوا مصانع. توفير فرص عمل لمختلف الفئات وتسهيلات يقدمها الجهاز تتضمن استخراج المستندات الرسمية بالإضافة إلى تسويق المنتجات في المعارض المحلية والدولية وغيرها. جهاز تمام ما شاء الله، بصراحة قام بدور معانا على أعلى مستوى بالنسبة لاستخراج الأوراق اللازمة والتراخيص من سجل تجاري وبطاقة ضريبية، بصراحة بيسهل لنا كل الإجراءات تمام، بإجراءات بسيطة وسلسة تمام، مش معقدة. كان الأول بنظام يعني زي ما نقول نظام الشباك الواحد بمعنى أصح يعني. تمام، وطبعا المعرض بيدعمنا في المعارض الداخليه تمام بشكل ملحوظ سواء داخليا او خارجيا تمام، طبعا تحت قياده سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي بيدعم الصناعه بشكل ملحوظ جدا. الحمد لله بنصدر منتجاتنا كل الدول العربيه والدول الاوروبيه تمام، بنعرض في كل سنه في معرض امبيانتا في فرانكفورت تمام، بنكون هناك رقم واحد بالنسبة للصناعة زخرفة الزجاج تمام، بتقنيات البانتوجراف، البلازما كوتينج، تقنيات عديدة جدا تمام موجودة عندنا الحمد لله في مصر. جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر يتيح عدد من الخدمات لتشجيع المشروعات الصغيرة، أبرزها التيسيرات والحوافز المالية وغير المالية والإعفاءات الضريبية، كما يتيح القانون الجديد للمشروعات الصغيرة 40% من التعاقدات الحكومية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في العقود الحكومية، ويوفر جهاز المشروعات استخراج المستندات والتراخيص من فروع الجهاز بالقاهرة والمحافظات. أيمن عماد، إكسترا نيوز. ونتحول مشاهدي الكرام من الحديث عن المشروعات الصغيرة إلى الحديث عن حياة كريمة ومشروعات حياة كريمة. عاوز ابقى زي الناس، ادخل لي بدل الميه، ادخل لي مخ ميه بدل ما اشحته، عايزه البيت الحلو والنظيف. أهلا بحضراتكم مرة أخرى مشاهدينا الكرام، ما زلنا مع حضراتكم في هذه الجولة، جولة المراسلين، ونرحب بزميلنا اللي انضم لنا من جديد أيمن عماد من الشيخ زايد، وسيكون الحديث معه عن الصحة. لكن قبل الحديث مع أيمن عماد فالحديث سيكون مع أحمد الأفيوني وأحمد عبد الرازق عن مشروعات حياة كريمة. يواصل العاملون في هذه المشروعات، مشروعات حياة كريمة في المحافظات، العمل على تنفيذ المشروعات من أجل انتهاء من المشروعات القومية الجاري تنفيذها. أحمد عبد الرازق، أحمد الأفيوني سيرصدوا العمل بمشروعات حياة كريمة بالمنوفية وسوهاج. نبدأ بالمنوفية والزميل أحمد عبد الرازق، إليك أحمد. تحياتي لك دعاء. بالفعل هذه الوحدة المحلية بسقية أبو شعرة والتي تضم 6 قرى، ويعني حرصنا في هذه الرسالة أن نتواجد أو نقوم بالتصوير من أمام المجمع الخدمي، وهو أحد المجمعات أو أحد المشروعات التي تنفذها المبادرة الرئيسية حياة كريمة هنا في هذه الوحدة المحلية. المجمع الخدمي الذي تنفذه المبادرة الرئيسية حياة كريمة هو نموذج تقوم المبادرة بتنفيذه في عدد من المحافظات. ربما يعني أكون زرت هذا المجمع في أكثر من 10 محافظات، وهو نموذج
نموذج متكرر يقدم العديد من الخدمات لمواطني القرية أو القرى المحيطة للمكان أو القرية التي يتواجد بها هذا المجمع، وهو من المشروعات الهامة والحيوية التي تحرص على إنشائها المبادرة الرئاسية حياة كريمة. قرية ساقية أبو شعرة من القرى المشهورة بصناعة السجاد اليدوي، ربما يعني يعتبر السجاد اليدوي الخاص بقرية أبو شعرة هو سجاد عالمي كما يحب أن يصنفه أبناء هذه القرية، وسوف نتعرف عليه من خلال تقرير سوف نقوم برصده اليوم من داخل هذه القرية. المبادرة الرئاسية حياة كريمة تنفذ العديد من المشروعات بخلاف المجمع الخدمي أو مجمع الخدمات الحكومية. دعينا نتعرف على هذه المشروعات من خلال هذا اللقاء مع الأستاذ طارق سعد رئيس الوحدة المحلية بسقية أبو شعرة ليحدثنا عن هذه المشروعات. تحياتي أستاذ طارق، ويعني حدثنا عن هذه المشروعات التي تقوم بتنفيذها المبادرة الرئاسية حياة كريمة في الوحدة المحلية والقرى التابعة لها. رحب بك يا أستاذ أحمد وبالطاقم اللي مع حضرتك، وبنشكر البرنامج والقائمين عليه. أنتوا شرفتوا المنوفية النهاردة بفضل ربنا عز وجل. احنا عندنا هنا مبادرة فخامة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، ربنا يبارك لنا فيه ويطول لنا في عمره. عندنا هنا مجمع الخدمات في ساقية أبو شعرة. هذا المجمع بيضم البريد وبيضم مركز تكنولوجي، والمركز التكنولوجي اللي موجود في المجمع الخدمي عشان يمنع العلاقة التي تتم بين المواطن أو أحد الموظفين حتى لا يحدث خلاف. المجمع الخدمي بيضم البريد وبيضم مكتب تموين وبيضم شهر عقاري وبيضم السجل المدني وبيضم الوحدة المحلية، بحيث أن المواطن لما يطلع للمجمع الخدمي يقدر يؤدي خدمته كلها في وقت قصير وفي أقل الحدود، وما يتعبش المواطن في أنه يروح يمين أو شمال، يبقى المجمع موجود ينفذ فيه كل اللي هو عايزه. بعد كده يا أستاذ أحمد، الحمد لله ربنا أكرمنا بفضل ربنا عز وجل وبفضل فخامة رئيس الجمهورية، بقى عندنا مجمع زراعي تبع مبادرة حياة كريمة. المجمع الزراعي بيبقى فيه الوحدة الزراعية والوحدة البيطرية، وبيضم مخازن لوضع الأسمدة في مكان يكون كويس، لأن المجمعات قبل كده كانت متهالكة كلها، وما كانش المواطن يروح يحصل على الأسمدة بتاعته أو كان بيحصل ازدحام وكان بيحصل خلاف. إنما دلوقتي أصبح المجمع الزراعي بيضم الوحدة البيطرية وبيضم، والحمد لله احنا شغالين فيه دلوقتي بنسب عالية بفضل ربنا عز وجل. طيب أخبار الصرف الصحي بقى، لأنه أعتقد أنه من أهم الحاجات اللي كان بيشتكي منها المواطنين ربما في القرى المحيطة بالوحدة المحلية. بالنسبة للبر الشرقي أو ساقية أبو شعرة أستاذ أحمد، فعلا كان البر ده مظلوم جدا بالنسبة لموضوع الصرف، لأن الصرف الصحي كان موجود في ساقية أبو شعرة منذ سنوات ولم يتم إنشاؤه، يعني ما اكتملش، بقاله 17 سنة في ساقية أبو شعرة لم يكتمل. لما جاءت مبادرة حياة كريمة لفخامة رئيس الجمهورية، أنا عندي 6 قرى، ال6 قرى دلوقتي أصبح الصرف الصحي شغال فيهم، وفي ساقية أبو شعرة بنسبة 95%، وفي كفر الحمى بنسبة 50%، وعندي شنواي بيعتبر 95%، وعندي ساقية أبو شعرة 95%، وعندي سملاي بنسبة 75%، وعندي كفر الحمى والفرعونية بنسبة 30%، والصرف دلوقتي شغال في جميع القرى. الصرف شغال دلوقتي في جميع القرى. في حاجة تانية يا أحمد أحب أنوه عليها وأعرف معاليك بيها، إحنا كان عندنا هنا مشكلة في البر الشرقي وهي مشروع الصرف الصحي. المشروع ده اللي كان الصرف الصحي المفروض أنه هو بيطرد عليه، طبعا مش موجود في البر الشرقي مشروع صرف صحي. أصبح دلوقتي بقى فيه خط طرد، خط الطرد جاي من محطة المعالجة من كفر الحمى، مرورا بكوبري أبو السعود بناحية ساقية أبو شعرة، مرورا بساقية أبو شعرة، وياخد مسار تاني ويطلع على سنتريز، ومن قبل سنتريز تبع الوحدة المحلية في ساقية أبو شعرة بياخد اتجاه الفرعونية، وهناك بيتم عمل بيارتين دفع والاستقبال وشغالين فيهم حاليا الآن. طيب يا باشمهندس، ازاي المشروعات دي او قد ايه المشروعات دي فرقت في حياة الناس؟ الناس كانوا محتاجينها فعلا، حاسين بايه وشايفين المشروع بيطلع قدام عينيهم يعني؟ والله احنا كان بيجي لنا شكاوى كتير ان احنا ما عندناش خدمة الصرف، وكانت القرى كلها كان الاهالي ويجي عنهم فلان بيقدم شكوى ان ما عندوش صرف صحي، وكانت شكاوى كتيرة جدا، وكانت بترد عن البوابة الالكترونية وكانت بتيجي. دلوقتي الحمد لله ما فيش شكاوى من ناحية الصرف الصحي نهائي، الا ان شاء الله باذن الله ربنا يتم من المشروع على خير، وهيتم على خير بالفعل، والناس اصلا شافت بعينيها ايه اللي بيتم على ارض الواقع.
أنا بشكرك شكرا جزيلا أستاذ طارق سعد، رئيس الوحدة المحلية بقرية سقية أبو شعرة مركز أشمون محافظة المنوفية. إذا دعاء، هذا ما يحدث في محافظة المنوفية وهذا ما تقوم به المبادرة الرئاسية حياة كريمة، تدخل البهجة على المواطنين في القرى الأكثر احتياجا والتي تفتقر للعديد من الخدمات، من بينها هذه الخدمات التي تحدثنا عنها في مجمع الخدمات الحكومية والمجمع الزراعي والصرف الصحي، أحد المشروعات الاستراتيجية بالنسبة للمواطن المصري. ويعني هذا ما رصدناه على مدار اليوم من خلال حديث رئيس الوحدة المحلية. أعود إليك مرة أخرى دعاء. نعم أحمد عبد الرازق، جزيل الشكر لك ولضيفك الكريم. وما زال الحديث أيضا متواصل عن حياة كريمة ومشروعات حياة كريمة، هذه المرة نتحول إلى سوهاج، وزميل أحمد الأفيوني لديه المزيد أيضا من التفاصيل، لكن هذه المرة من سوهاج إليك. نعم دعاء، تحياتي لك وتحياتي لمشاهدينك الكرام. بالفعل كما ذكرت أتواجد هنا في محافظة سوهاج، واحدة من محافظات جنوب صعيد مصر، وتحديدا من أمام مشروع إنشاء مجمع الخدمات الحكومية بقرية الزوك التابعة لمركز مدينة المنشاة جنوب محافظة سوهاج. هذا المجمع يعني دعاء هو واحد من ضمن 30 مجمع حكومي يتم تنفيذهم هنا على أرض الواقع في محافظة سوهاج في القرى الأكثر احتياجا لتقديم خدمة حكومية للمواطن هنا في محافظة سوهاج. هذه المجمعات من شأنها أن تنقل يعني تقدم خدمة حكومية ونقلة حضارية للمواطن، هو من ثم سيتم يعني تخفيف العبء على المواطن في الذهاب إلى العاصمة لتلقي هذه الخدمة. محافظة سوهاج أيضا يعني دعاء واحدة من محافظات جنوب صعيد مصر التي حظيت خلال الفترة الماضية بتنفيذ العديد من المبادرات الرئاسية، لعل من ضمنها مبادرة رئاسية حياة كريمة من خلال تنفيذ 1238 مشروع خدمي عملاق هنا على أرض المحافظة بحجم استثمارات تقدر أو قد تصل إلى 45.6 مليار جنيه على مدار هذه المشروعات. المزيد من التفاصيل دعيني أستقبل معك وعبر الهواء مباشرة الأستاذ ممدوح عباس، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنشاة. أستاذ ممدوح، بداية برحب بحضرتك، لو تطلعني على أهم المشروعات التي بتحدث هنا على الأرض واقع في مدينة المنشاة في محافظة سوهاج، يعني تكلفة هذه المشروعات، أهم المشروعات، إلى أين وصلت هذه المشروعات من تنفيذ بالفعل؟ بسم الله الرحمن الرحيم، برحب بحضراتكم في أرض مركز ومدينة المنشاة. طبعا حضرتك احنا هنا في مجلس قروي الزوك الغربية التابع لمركز ومدينة المنشاة محافظة سوهاج، إحدى المراكز التي لها الأولوية الكبرى في تنفيذ المبادرة الرئيسية، داخلة بأكثر من 33 قرية تخدم من المشروع الرئاسي تنفيذا لتعليمات فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي في عهده أصبحت الأحلام حقيقية تنفذ على أرض الواقع. نرى ونشاهد كل يوم إنجاز حقيقي وفعلي في كافة المجالات، مشروعات ضخمة كبرى في مركز مدينة المنشاة. احنا هنا بنشوف مجمع الخدمات، مجمع الخدمات دي من أهم المشروعات اللي سوف تكون بتقدم خدمة سريعة وخدمة ممتازة للمواطن اللي كان عشان يعمل خدمة بيتنقل من مكان لآخر ومن بلد لآخر. النهاردة المواطن بيخش مجمع الخدمات ده بيقضي كل مصالحه، بيخش يلاقي مكتب بريد، بيلاقي مكتب تضامن اجتماعي، بيلاقي شهر عقاري، بيلاقي سجل مدني، بيلاقي مركز تكنولوجي بيأدي فيه الخدمة، بيلاقي وحدة محلية، بيلاقي مجلس شعب محلي. كافة الخدمات تؤدى للمواطن في مكان واحد، بيوفر عليه عبء مادي وعبء معنوي وعبء مالي. يعني النهارده المواطن بدل ما يتنقل مكانه في كل سفر بيتكلف اعباء ماليه، لا النهارده بيخش يقضي كل مصالحه في مكان واحد. النهارده يعني طفره كبيره، احساس من فخامه السيد الرئيس بالمواطن البسيط. الناس هنا مبسوطه جدا وسعيده بما تراه على ارض الواقع. ده مشروع من ضمن آلاف المشروعات اللي بتتم على أرض الواقع في مركز ومدينة المنشاة. أستاذ ممدوح، يعني حجم هذه المشروعات اللي بيتم بالفعل هنا على أرض الواقع كما ذكرت، كيف ساهمت هذه المشروعات في توفير فرص عمل حقيقية لأبناء يعني المحافظة بشكل عام وأبناء مركز المنشاة بشكل خاص؟ طبعا حجم المشروعات اللي بتتم على مركز في مركز ومدينة المنشاة
مشروعات ضخمة وكبيرة، مش مجمع خدمات فقط لا غير، لكن هناك مجمع زراعي، عندنا 5 مجمعات حكومية فيها نفس ما ذكرناه عن مجمع الخدمات الحكومية، في مجمعات زراعية فيها وحدة بيطرية وفيها مراكز تجميع ألبان، 5 مجمعات في كل مجلس قوي. عندنا برضو مجمع صناعات حرفية بتساهم لتنفيذ المشروعات الصغيرة دي، طبعا بتسهم بشكل كبير وفعال في إتاحة فرص عمل حقيقية موجودة على أرض الواقع. طبعا كل المشروعات دي بتخدم والعمال اللي فيها بالكامل من محافظة سوهاج، وبالأخص في المركز المنشاة اللي هي في اللي بتتم فيه المشروعات. فطبعا احنا الحمد لله يعني محافظة سوهاج في هذا الزمن أصبحت جاذبة للعمالة، لأن المشروعات ضخمة وتحتاج لعمالة كبيرة جدا جدا. زي ما انت شايف في كل مكان هتلاقي هنا في داخل مجمع حوالي 7-8 مشروعات، مركز شباب بتعمل جديد، مجمع خدمات، مبنى وحدة صحية، مدارس، وحدات محلية، كل شيء في مكان واحد. بالإضافة لمشروع الصرف الصحي، مشروع الصرف الصحي بيصل لكل بيت في القرى والنجوع في مركز مدينة المنشاة، ميزانية ضخمة، ميزانية كبيرة، نقدر نقول مثلا الميزانية دي ممكن كانت خلال 100 سنة بتحصل في خلال شهور. فحلم أصبح واقع وحقيقة، نحمد الله سبحانه وتعالى على توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، متابعة مباشرة من السيد الوزير المحافظ بكل ما يحدث بصفة يومية، الحمد لله متابعة من مجلس المدينة مع الهيئة الهندسية مع كافة الشغل، الأمور بتمشي بطبيعة طيبة، الناس سعيدة، الناس مبسوطة، أحلام بنشوفها كل يوم، إنجاز جديد. خلال الفترة الزمنية المحددة إن شاء الله المشروع سوف يكون هناك افتتاحات جديدة على أقرب فرصة إن شاء الله. أشكرك شكرا جزيلا على كل هذه التفاصيل. إذن دعاء، كان هذا هو لقاؤنا مع الأستاذ ممدوح عباس رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنشاة جنوب محافظة سوهاج حول أهم المشروعات العملاقة التي يتم تنفيذها هنا على أرض الواقع فيما يتعلق بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة. وعودة إليك دعاء مرة أخرى. نعم أحمد الأفيوني، جزيل الشكر لك ولضيفك الكريم من سوهاج، وكان أيضا متحدثا إلينا عن نفس الموضوع مشروعات حياة كريمة أحمد عبد الرازق من المنوفية، بالتأكيد جزيل الشكر لكم. ومشاهدينا الكرام، الآن من الحديث عن مشروعات حياة كريمة للحديث أيضا عن المبادرات الرئاسية، لكن هذه المرة المتعلقة بالصحة. تستمر فعاليات المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة المصرية وتقديم العلاج بالمجان، وتشمل المبادرة الفحص وتقديم التوعية للاهتمام بالصحة العامة للسيدات بداية من سن 18 عاما بالمجان، كما تشمل الكشف عن الأمراض غير السارية والتوعية بعوامل الخطورة المسببة للأمراض غير السارية، بالإضافة إلى التوعية بالصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة والحياة الصحية والتوعية بطريقة الفحص الذاتي للثدي. الزميل إبراهيم عزت مراسل إكسترا نيوز بالتأكيد معه المزيد من التفاصيل، وبعدما نتحدث معك سنتحول إلى زميل أيضا أيمن عماد للحديث أيضا عن العناية بالصحة، لكن نبدأ بك إليك. شكرا جزيلا لك دعاء. طوال 7 سنوات الماضية أطلقت الدولة المصرية العديد من المبادرات الصحية التي تهدف في المقام الأول لضمان صحة وسلامة المواطنين، لعل أبرز هذه المبادرات مبادرة 100 مليون صحة للقضاء على فيروس سي والأمراض غير السارية، وتوالت بعد ذلك المبادرات لجميع القطاعات، نتحدث بداية من حديث الولادة وحتى القطاعات المختلفة من طلبة المدارس وغيرها. ولم تغفل الدولة عن ضمان سلامة وصحة المرأة المصرية، لذا أطلقت الدولة المصرية أيضا مبادرة صحة المرأة التي حملت اسم السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي كمبادرة رئاسية تهدف للإطمئنان على صحة السيدات في المحافظات المصرية كافة. سنتعرف معكم مشاهدين الكرام ونحن على الهواء مباشرة من هنا من داخل مركز صحة الأسرة هنا في منطقة زنهم، ولكن اسمحوا لي بداية أن أرحب بضيفتي العزيزة الدكتورة حنان محمود وهي مدير هذا المركز. دكتور، بداية برحب بحضرتك على شاشة إكسترا نيوز، ومباشرة نتحدث على الإجراءات والخطوات التي تخوضها أي سيدة تقبل على هذه المبادرة الرئاسية للإطمئنان على صحتها.
في البداية أي سيدة بتدخل المركز بناخد الرقم القومي بتاعها وبندخله على السيستم اللي هو مبادرة صحة المرأة 100 مليون صحة. السيستم بيحدد لو هي أقل من سن 35 سنة تبقى مستهدفة بالتوعية فقط، إلا إذا كانت في الأسرة يعني تاريخ مرضي لمثلا أورام في الثدي أو كده، ففي الحالة دي بنقوم بفحصها. أما لو فوق 35 سنة بتبقى مستهدفة بالتوعية، وفي نفس الوقت بنعمل لها فحص برضو للثدي وبنعلمها إزاي تفحص الثدي في البيت كل شهر شهريا علشان تطمن على نفسها، لو لقت أي حاجة بتتوجه لنا. إحنا بالنسبة لنا في مركز صحة الأسرة هنا قمنا بالكشف على حوالي 6000 سيدة من أول المبادرة حتى الآن، قمنا بتحويل تقريباً حوالي 570 سيدة لأقرب مستشفى علشان بيعيدوا تقييمها، بتدخل عيادة الجراحة ويعاد تقييمها لو محتاجة بقى أي إجراءات بيعملوها لها. يعني يا دكتور إحنا بنتكلم على توعية في المقام الأول، بنتكلم على فحص، وإن كانت الحالة يعني لقدر الله زي ما بنقول بتحتاج تم اكتشاف يعني أورام ثدي وما إلى ذلك بتعملوا معها يا دكتور؟ وللتأكيد مرة أخرى المبادرة هي بالمجان بالكامل أليس كذلك؟ السيدة ما بتدفعش أي حاجة خالص، بتدخل بالرقم القومي فقط، ولو اكتشفنا إن هي عندها أي مثلا ورم في الثدي أو حاجة بنحولها أقرب مستشفى لينا اللي هي مستشفى المنيرة، بيعد تقييمها في عيادة الجراحة، بيتعمل لها أشعة على الثدي، ولو محتاجة جراحة بيتعمل لها جراحة. غير كده أي واحدة بنعمل لها توعية، بنجمع السيدات كلهم بنعمل لهم توعية كيفية إن هي تكشف على نفسها في البيت شهريا علشان تطمن لو في أي حاجة تتوجه لينا على طول. دكتور ماذا عن بعد يعني إجراء العملية إن كانت تحتاج الحالة؟ هل هناك متابعة؟ هل هناك إجراءات خاصة بصرف العلاج وما إلى ذلك؟ أكيد طبعا كل حاجة بتبقى بالمجان، يعني إحنا الحالة من أول ما بتدخل عندنا لحد ما لو لا قدر الله اتوجهت عشان تعمل عملية وبعد كده صرف العلاج بيبقى كله بالمجان تبع مستشفيات وزارة الصحة. نتمنى لحضراتكم كل التوفيق، شكرا جزيلا. شكرا لحضرتك. إذن مشاهدينا الكرام تحدثنا معكم في هذه الرسالة المباشرة حول المبادرة الرئاسية الخاصة بضمان سلامة وصحة المواطنين، مبادرة صحة المرأة، وزميلتي دعاء هكذا كما تابعنا إجراءات توعية فحص، وأيضا إن كانت الحالة تحتاج لإجراء عمليات، كل هذا تحت شعار وتحت اسم مبادرة السيد الرئيس وتقدم بالمجان للسيدات في جميع المحافظات. إليك دعاء. إبراهيم عزت جزيل الشكر لك وجزيل الشكر لضيفتك الكريمة، وبالفعل يعني شرحت شرح كافي ووافي عن كل الخدمات التي تقدم، وأكدت مرارا وتكرارا كما تؤكد أنت الآن أن كل هذه الأمور هي بالمجان. إبراهيم عزت جزيل الشكر لك. وما زلنا مشاهدينا الكرام نتحدث عن الملف الصحي، ينضم إلينا الآن الزميل أيمن عماد من الشيخ زايد وما زال الحديث مستمر عن الرعاية الصحية. الوحدات الصحية تستمر في استقبال المواطنين تنفيذا لمبادرة الرئيس السيسي بالكشف المبكر عن الأمراض المزمنة بكافة المحافظات، كما تقدم خدمة الكشف المبكر على الاعتلال الكلوي لمرضى الأمراض المزمنة وقياس مؤشر كتلة الجسم، هذا بالإضافة إلى تقديم التوعية الصحية أيضا للمترددين على المبادرة. وبالتأكيد أيمن عماد لديه المزيد من التفاصيل، إليك. نعم دعاء، ربما حتى الآن اقتربنا من مرور حوالي سنة على إطلاق مبادرة علاج الأمراض المزمنة وأمراض والاعتلال الكلوي التي تم العمل عليها منذ سبتمبر 2020 حتى الآن. هذه المبادرة التي يتم إدراجها في إطار المبادرة الكبيرة مبادرة 100 مليون صحة التي أطلقها رئيس الجمهورية لتحقيق وتلبية رغبات الكثير من المواطنين الراغبين في علاج الأمراض المختلفة. الآن أتواجد كما أشرت في مركز طب أسرة الشيخ زايد الذي يعمل يعني منذ سبتمبر الماضي في استقبال المواطنين لعلاج هذا في إطار هذه المبادرة، مبادرة علاج الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي، ليس فقط في لاستقبال المواطنين الراغبين في لهذه المبادرة ولكن للكشف بشكل عام على كل المبادرات الأخرى. ولكن تفاصيل
أكتر بتنضم لينا دكتورة نادية السيد مسؤول قسم الرعاية بالإدارة الصحية بالشيخ زايد. أهلا بك يا دكتورة. حضرتك يا فندم أهلا بك. يعني إنه تقريبا اقتربنا على عام للعمل بمبادرة رئيس الجمهورية لعلاج الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي، لو هتكلمنينا عن تفاصيل هذه المبادرة والعمل بها هنا في المركز. مبادرة الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي دي من ضمن مبادرات سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي اللي بدأناها منذ عام بالضبط، الأمراض المزمنة من 18 سبتمبر 2020، والحمد لله مستمرين فيها. المبادرة احنا عندنا مبادرات كتير، منهم مبادرة صحة المرأة للاكتشاف المبكر لأمراض الثدي، سرطان الثدي، ومبادرة صحة الأم والجنين اللي هي منع انتقال العدوى والفيروسات زي فيروس الإيدز الكبدي الوبائي بي، زي فيروس السيفلس اللي هو الزهري، بنمنع انتقاله من الأم للجنين وعن طريق كمان التطعيم البيبي بعد ما يتولد، وعلاج الأم. في مبادرة السمع الوليدي، ودي بنقيس فيها السمع الوليدي لحديث الولادة، وبيتم تحويل الحالة لمعهد السمع الكلام والمستشفيات بحيث ان احنا نلحق الحالة تتعالج في الاول، لان العلاج في الاول سهل، بيتم بقى لو محتاج قوقعة لو محتاج حاجة في سن صغير قبل مرور 5 سنوات على عمر الطفل. يعني لو هتكلمينا عن عدد الحالات اللي تم استقبالها او الكشف، وطبعا عدد المواطنين اللي تم توقيع الكشف عليهم. لا هنا العدد كبير بالذات في مبادرة الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي، احنا دخلنا كده في 73 ألف مواطن فيها وشغالين فيها، بتقدم فيها خدمات مهمة جدا جدا للمواطن، وفي إقبال زي ما حضرتك شايف في إقبال من المواطنين عليها، خاصة كبار السن من فوق 60 سنة بيحبوا قوي ان هم ييجوا يطمنوا على نفسهم. حضرتك الخدمات المقدمة فيها الكشف، قياس الضغط ايوه، والسكر العشوائي، السكر التراكمي، الدهون بالجسم، الكرياتينين والاي جي اف ار اللي هم وظائف الكلى، فكل ده بيتعمل مجانا تحت اطار مبادرات 100 مليون صحه. لو هتكلمينا عن رحله يعني المواطن منذ استقباله هنا في المركز لتوقيع الكشف عليه بشكل عام. بيتم استقبال المواطن، بيدخل الغرفة أو عيادة المبادرة، بيقدم الرقم القومي، بيتم تسجيله على السيستم، وبعد كده بيتعمل القياسات اللي هي الضغط والوزن والطول عشان السمنة، والسكر العشوائي، بعد كده بنعمله السكر التراكمي والدهون التراكمية والاعتلال الكلوي، وكل العملية دي بتاخد حوالي يعني من 6 إلى 10 دقائق بالتسجيل. هناك أيضا خدمات أخرى تقدم هنا في المركز، يعني خاصة بعد تطوير قطاع الصحة في مصر والعمل عليه بشكل عام لتلبية احتياجات المواطنين، لو تكلمين عن الخدمات الأخرى اللي بتقدم هنا في المركز. طبعا بخلاف المبادرات، الخدمات الأساسية اللي بتقدمها مركز طب الأسرة بالشيخ زايد، عندنا طبعا عيادات طب أسرة، عندنا أكثر من عيادة، في عيادة أطفال، في عيادات الكبار، في عيادة أخصائي أطفال، وفي عيادات عيادتين علاج طبيعي، منهم واحدة للأطفال مخصوصة للأطفال ومجهزة، وعيادة وعيادتين أسنان بوحدتين أسنان، وطبعا في خدمات، فيه عندنا عيادة صحة نفسية، ودي حاجة من شيء جميل والناس بتثق فيها وعليها إقبال كبير، وعندنا عيادة دعم نفسي للأطفال والكبار وللمدمنين. في هنا في خدمات كتيرة جدا، وفي التطعيمات طبعا، يعني المركز هنا بيتم الإقبال عليه بأعداد رهيبة من المتطعمين للأطفال، التطعيمات الروتينية، ومش من سكان الشيخ زايد فقط، بيجي لنا من سكان من أكتوبر، من أي حتة في الجيزة بيجون. يعني لو هنعود مرة أخرى إلى المبادرات، هناك دور كبير بتقوم به الرائدات التابعة للمركز لتوعية المواطنات والمواطنين للتوجه والحصول على أو توقيع الكشف والإطمئنان على نفسهم، لو تكلمين عن دورهم واسلوب الدعايه اللي بتستخدموه لتوعيه المواطنين. طبعا في كذا طريقه للدعايه، اولا مسؤوله الاعلام دي ومسؤوله العلاقات العامه عندنا، بيتم الاعلان عن طريق وسائل الاتصال، وسائل الفيسبوك، الانستر، الكله تمام، سوشيال ميديا، وعندنا الرائدات بقى على ارض الواقع بيتم توجيههم للاسواق، للمولات، للمدارس، بيروحوا المدارس وبيعملوا ندوات هناك ويوعوا الناس، وفي الاسواق اللي حوالين المكان برضه في المدينه كلها، هي مدينه شيخ زايد مدينه كويسه محدوده وبيتم الدعايه فيها كلها، وهنا في المركز نفسه بتكون الرائدات شغالين تحت وبيعملوا الدعايه ولابسين فيست المبادره اللي هو مكتوب عليه مبادره 100 مليون صح.
لاحظنا ايضا في تطعيم للقاح الوقايه من فيروس كورونا هنا في المركز. لو تكلمنا عن تفاصيل استقبال المواطنين الراغبين في الحصول ايضا على اللقاح. يعني عندنا مركز تطعيم لقاح كورونا وبيعمل من الساعه 9 صباحا للتسعة مساء. بيتم استقبال المواطن بالرساله اللي بتجي له على الموبايل من وزاره الصحه، وبيتم ادخال بياناته، وبيتم عمل لقاء مع الطبيب البشري، بيعمل معاه موافقة مستنيرة، بياخد موافقته يعني، بيشوف لو عنده تاريخ مرضي من حاجة، عنده أعراض، بيسأله أسئلة عن الأمراض المزمنة، عن الأورام، بيشوف إيه أنسب تطعيم مناسب لي في الحالة الصحية اللي هو فيها، وبيتم توجيهه لحجرة عيادة التطعيم، الجرعة الأولى والجرعة الثانية، وبيتم تطعيمه، بياخد معاه التاني على السيستم للتأكيد إن هو يجي يعمل الجرعة الثانية على حسب نوع التطعيم، في أسبوع، في 21 يوم، في 3 شهور، ودلوقتي بقت شهر. تقريبا جميع الخدمات تقدم هنا في المركز. هنا المركز هنا والحمد لله محظوظ، في خدمات كويسة وفي فريق ممتاز تحت قيادة طبعا دكتورة سحر مديرة الإدارة، أنا النائب بتاعها. يعني لما يكون مدير الإدارة نشيط وشاطر بيبقى كل تحتيه، طبعا قيادة الدكتور محمد منصور. شكرا. العفو يا فندم. يعني إذا دعاء تقريبا جميع الخدمات تقدم هنا في مركز يعني مركز الرعاية أو طب أسرة الشيخ زايد، كما أشارت الدكتورة نادية، من خدمات تتعلق بالمبادرات الرئاسية وأيضا خدمات أخرى تتعلق بتلقين لقاح المضاد لفيروس كورونا، بالإضافة أيضا للخدمات الأخرى والعيادات المختلفة. إليك. نعم أيمن، جزيل الشكر لك، وبالتأكيد أيضا جزيل الشكر لزميلنا إبراهيم عزت، كان متحدثا لينا أيضا عن الرعاية الصحية التي تقدم من قبل المبادرات الرئاسية. إذا مشاهدينا الكرام، نخرج لفصل قصير ونعود بعده مرة أخرى لاستكمال هذه الجولة. أهلا بحضراتكم من جديد. الآن الحديث عن مشروع معا، وهو أحد المشروعات التي تنفذها الدولة بالتعاون مع المجتمع المدني لتكون سكنا لقاطني المناطق العشوائية غير الأمنة، وبتمويل من صندوق تطوير العشوائيات ومؤسسة معا. المزيد عن هذا المشروع والأعمال الجارية به مع زميل محمد أبو عيطة مراسل إكسترا نيوز. إذن نتحول إلى زميل محمد، إليك. نعم تحياتي دعاء. بدأت بالفعل عملية تسكين الأسر هنا في مدينة معن لتطوير العشوائيات هنا في حي السلام التابعة لمحافظة القاهرة. تعلمين أنه محافظة القاهرة كانت الحكومة كانت قد خصصت لها خلال السنوات السبع الماضية حوالي 16 مليار جنيه حسب تصريحات رسمية، أنفقت جميعها على تطوير المناطق غير الآمنة وإعادة تخطيط مناطق أخرى لنقل السكان إليها، وبالتالي تسكين وإخلاء القاهرة بشكل عام من وجود المناطق غير الآمنة والمناطق العشوائية التي كانت تنتشر في خلالها في الفترة الماضية. هنا في مدينة معن بالفعل تم تسكين، وخلال الثلاثة أشهر الماضية بدأ تسكين السكان، وبدأوا بالفعل يأتون من مناطق في مصر القديمة أهمها عزبة أبو قرن، وبالتالي بالفعل يعني انتقل إلى هنا حوالي 5000 شخص حتى اللحظة، وهم في ازدياد دائم، ويوميا هناك أسر تتابع الانتقال من هناك إلى هنا ليتسلموا وحداتهم السكنية الجديدة تماما هنا في هذه المنطقة. يتميز أيضا هذا المشروع دعاء بأنه مشروع كومباوند، أي أن هناك سور ببوابات، وهناك أيضا خدمات داخلية تقع إلى جانب العمارات السكنية التي تم إنشائها، وبالتالي فإنه يعد مجتمع متكامل تماما في داخل هذا السور. ويعني تدخلين إلى داخل واحدة من البوابات فتجدين الرعاية الصحية والحرف والوحدات السكنية وغيرها من الخدمات، من مسجد ومن كنيسة وأيضا من مختلف المرافق ومختلف الخدمات اللازمة لحياة أي أسرة في هذا المشروع. المهندس أحمد هشام ينضم إلينا الآن على الهواء، وهو مهندس بالمكتب الاستشاري الخاص بصندوق تطوير العشوائيات، وهو كان هنا منذ بداية العمل في هذا المشروع، وأيضا تابع عملية البناء والانتهاء من عملية بناء المشروع بشكل كامل حتى وصل إلى مرحلة تسكين المواطنين خلال هذه الفترة. مرحبا بحضرتك يا باشمهندس. أهلا بحضرتك، نورتونا. بدأتم بالفعل يا فندم تسكين المواطنين هنا. بالفعل هو مشروع مدينة معن، مشروع مكون من 184 عمارة، 4416 وحدة، وبالفعل حتى الآن تم تسكين 1000 أسرة من إخواتنا في العشوائيات.
لو حضرتك تحدثنا يا فندم عن عمليه تسكين بالنسبه للاسر عندما ياتون الى هنا، هل بينتقلوا يعني تدريجيا الى هذه الشقق حسب نموذج واحد معين لكل الوحدات السكنيه ام انه مساحات الشقق بتختلف؟ في مساحتين للشقق، في اوضتين وصاله وفي ثلاثه وصاله على حسب عدد الاسره، عدد افراد الاسره. المحافظه محافظه القاهره بيجيبهم من عزبة ابو ارض مدينه مصر القديمه وييجوا على مكتب التسكين وهو بيحدد لكل اسره تسكن في انهي شقه. قرأت يا باشمهندس ايضا انه عمليه التسكين بتقوم بها المحافظه، وايضا انه المواطن في هذه الحاله بيتلقى او بيستلم الوحده السكنيه كامله التاثيث والاجهزه الكهربائيه. بالظبط، الوحده السكنيه بتبقى كامله الاوضتين وصاله وكمان بالاجهزه الكهربائيه بالكامل، فاهالينا بيجوا من غير اي حاجه وما يتفضلوا على التسكين مباشره على طول. حدثنا يا فندم ايضا عن المشروعات الخدميه في داخل هذا الكومباوند. هو مشروع مدينه معن هو كومباوند متكامل بالفعل. المشروع وحضرتك داخل من عجوبه فيه مركز ثقافي، في منطقه مسجد ودار مناسبات، في مدرستين، مدرسه تعليم اساسي ومدرسه ثانوي، في منطقه للكنيسه، في منطقه لمركز شباب، مركز طبي ودار ايتام ومسنين. وبالفعل في منطقة كمان لتسع عيادات وصيدلية علشان لو في أي شكوى طبية من الأهالي بيخشوا على منطقة العيادات. أثناء عملية التسكين أيضا يا باشمهندس، هل بتستطيع الأسر أيضا أنها تبدي يعني ملاحظاتها ربما على عملية التشطيبات أو يعني على وجود نوع معين من الأجهزة الكهربائية أو التأسيس أو خلوها من ذلك؟ هل هناك تواصل ما بينكم وبينهم؟ بالفعل أي شكوى من السكان سواء عملية كهرباء مية للشركات المنفذة بتقوم عليها، وفي حاليا في المدينة من أسبوع في رئيس للجهاز متواجد بحيث أي حد بيشتكي من أي حاجة يكون متواجد ويوفر لهم المساعدة. يعني تقريبا بنتحدث انه ربع هذه المدينه بالفعل تم الان تسكينها بشكل عام، هناك ثلاثه ارباع المدينه لم حتى الان لم تستقبل المواطنين. هل بقيه الوحدات السكنيه جاهزه لانها الفتره المقبله ايضا يتم انتقال اليها مزيد من الاسر؟ بالفعل هو ربع المدينه 1000 وحده من 4416 وحده، وكل يوم تقريبا بيجي لنا حوالي 40 50 اسره بيتم تسكينهم بالفعل. بشكرك شكرا جزيلا للبشمهندس احمد هشام، واحد من مهندسي المكتب الاستشاري الذين اشرفوا على انشاء هذه المنطقه حتى عمليه التسكين. ودعاء، قصه النجاح هنا في تسكين العشوائيات وتسكين المواطنين في من مناطق ونقلهم من مناطق غير امنه الى مناطق هذه ايضا ستستمر في حي ايضا يقع بالقرب من هنا، زاره رئيس الوزراء في بدايه يناير الماضي، وكانت في ذلك الوقت نسبه الانشاء به حوالي 55% تقريبا، وهو ايضا مشروع يعني حجمه تقريبا يماثل هذا المشروع، غير انه يزيد بحوالي 200 وحده سكنيه، حوالي 4800 وحده سكنيه تقع في الطريق المؤدي إلى مدينة بلبيس، وهي أيضا تستعد في خلال هذه الفترة لاكتمال عملية التشطيبات والبناء في جميع أركان المشروع، وبالتالي أيضا في مرحلة مقبلة لانتقال مزيد من الأسر إليها في هذه الفترة. طبعا كل هذه المشروعات تتم في سياق خطة الدولة للقضاء تماما على العشوائيات وإعلان القاهرة الكبرى خاصة ومصر بشكل عام خالية تماما من العشوائيات والمناطق غير الآمنة في ربما في خلال يعني الأشهر المقبلة، وفي إطار خطة الدولة المستمرة للقضاء على المناطق غير الآمنة. إليك دعاء. نعم محمد أبو عيطة، جزيل الشكر لك وجزيل الشكر لضيفك الكريم. ومشاهدينا الكرام، خلال هذه الجولة تحدثنا مع حضراتكم عن مشروع معان، وهو كان المشروع الأخير الذي تحدثنا عنه، كما تحدثنا أيضا عن المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومعان مشروعات حياة كريمة وأيضا المبادرات الرئاسية المتعلقة بالرعاية الصحية. بهذا مشاهدينا الكرام نصل مع حضراتكم لختام هذه الجولة من جولة المراسلين. إلى اللقاء.